نص كيلو لحمه مفرومه هياخد قده بالظبط بصل، يبقى نص كيلو بصل، وبرده هياخد قده بالظبط وزنه بالظبط فلفل رومي اخضر على احمر، يبقى نص كيلو فلفل رومي اخضر واحمر، نص كيلو بصل، الاثنين دول على نص كيلو اللحمه. الكلام ده مش كتير؟ لا مش كتير، هي دي اسرار عجينه الحواوشي الناجحه. قرن فلفل حامي، ثوم مفروم، ثوم مفروم هم فصين اتنين بس بيدوا طعم حلو قوي قوي لعجينه الحواوشي. معلقتين كبار دقيق، وهنعرف ليه واحنا شغالين، معلقه صغيره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره سكر، ملح وفلفل وشويه بهارات مشكله، وممكن كباب صيني وممكن جوز الطيب، اي بهارات طعمها وريحتها حلوه عندك استعمليها في الحواوشي، مش هيقول لا. اضرب البصل، يلا يا بركة، بسم الله. انا ضربت البصل وادي الفلفل، اختصرت بس الوقت، فلفل احمر على اخضر على فلفل حامي، وبضرب ضرب متقطع عشان ما يتعصرش معايا الفلفل. انا دلوقتي حطيت البصل والفلفل، وحطيت فصين ثوم مفرومين، وحطيت ملح، وحطيت كمان فلفل اسود، وحطيت بهارات والبيكنج باودر والدقيق. الدقيق ليه بقى؟ اتفقنا واحنا بنقول المقادير هنعرف. وادي كمان نص معلقه سكر صغيره، بتدي كده ايه طعم حلو قوي قوي جوه عجينه الحواوشي. الدقيق علشان يخلي لك عجينه الحواوشي جوه العيش متماسكه، وفي نفس الوقت ما تكشش، ما بيخليش العجينه تكش. انا بسخن الطاسه كويس قوي، ده لازم ولابد، ويا ريت يا ريت يكون عندك الطاسه اللي هتشتغلي بيها تحضري غطا مقاسها. لما بتغطي الحواوشي اولا لما بتسويه على البوتاجاز بيطلع نتيجته احلى من الفرن، ولما بتغطيه على نار هاديه بتطلع نتيجته احلى واحلى، وبتبقي مطمنه ان اللحمه المفرومه جواه استوت. كده الخلطه كلها جهزت معايا اهو، شايفين لون الخلطه؟ تحسي هي مش عايزه لحمه هي كده متحبشه وزي الفل. نغسله تاني وبعدين ننزل بقى باللحمه، يلا بينا، عشان عايزه اوريكم حاجه كمان مهمه قوي. اول ما بنزل باللحمه على الخضار بالشكل ده، بصوا حاسه ايه؟ اللحمه قليله قوي على الخضار، ايه كميه الخضار دي؟ ده اللحمه مش هتبان في الخلطه دي. المقادير اهي قدامكم يا جماعه، مقادير تاني بتاعت عجينه الحواوشي الناجحه جدا جدا بفضل الله. او اجيب كيس لو هفرز العجينه كده اهي، لو مش عايزه احط الحواوشي في العيش في الفريزر انا ممكن افرز العجينه كده بالشكل ده. بصوا المنظر، عسل ما شاء الله عليها اهي كده، واغطيها واشيلها في الفريزر متحبشه كده، كده زي الفل ولا كلمه. دلوقتي بقى عايزين نجيب طبق ونعمل كده ايه، كام رغيف. بسم الله، فين العيش اهو؟ جبته لكم الصبح من الفرن، ده عيش حواوشي، العيش الابيض ده اللي هو بيبقى نص سوا. هاتي بقى العيش الحجم الرغيف اللي انت عايزاه. بحط كده كوره من اللحمه بالشكل ده، ماشي، طلعيها كده لبره شويه على الحرف، وبعدين اقفلي ووزعيها بجزء العيش وش الرغيف اللي فوق اهي، عشان يثبت ويمسك في بعضه. على الحواوشي من ناحيه الظهر، بسم الله، وانزل كده بالحواوشي على الظهر هنا وهنا، ده كلام جميل جدا، ونثبت كده ماشي. وبعدين وبعدين بقى نجيب ماسك او نجيب اي حاجه نقلب بيها. هوطي بقى النار، يعني انا اول ما نزلت بالرغيف على الظهر كانت النار عاليه، ياخد بس الصدمه بتاعته، وبعدين هوطي النار شويه، خليها وسط ماشي، بسم الله، وهقلب الرغيف كده. خدوا بالكم هو اهو بصم، لكن اللحمه لسه نيه ملحقش، وهنا نفس الحكايه برضو اتبصم بس اللحمه لسه نيه، واروح مغطيه بعد ما هديت النار. لازم اغطي كده، لا دي هنا ودي هنا، البنك مع البنك والاكسدين مع الاكسدين اهو كده. انا موطيه النار مخلياها وسط على الحواوشي، الزيت اهو زي ما هو اهو، اقدر استعمل كذا رغيف على نفس معلقتين الزيت اللي انا
حطيتهم في الاول خالص. شفتوا ازاي؟ يلا يا قمر نجيب الرغيف التاني. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله ما شاء الله. بصوا شايفين نفضيه كده، والزيت قدامكم اهو، الزيت في الطاسه زي ما هو اللي حطيناه في الاول خالص. يعني احنا قبل كده كان في طرق كتير بشوفها نفضل كل رغيف لازم نحط معلقه زيت او معلقتين زيت. النهارده بطريقه التسويه بتاعتنا دي هم معلقتين الزيت اللي في الاول اللي هسوي فيهم الكميه كلها. شوفوا جماله وشوفوا حلاوته، شوفوا جماله يا ناس. وادي العجينه بتاعت الحواوشي.